مديره برنامج امل في اوكسفام. الهدف من زياره الفنان مارسيل خليفه الى المغرب معنا في هذه الوقت هو انه نبرز دور المراه القيادي في المناطق الريفيه والبعيده. وهدول النساء شاركوا معنا في البرنامج اللي عم نلتقي فيهم هلا، وعم بيشاركوا معنا تجاربهم الخاصة بكيف قدروا يتغلبوا على الصعوبات، شو الأشياء الجديدة اللي تعلموها، كيف أدركوا أهمية العمل السياسي وانعكاسات هذا العمل السياسي على حياتهم. فأهم شيء هو إنه القيادة، يعني ما ناخذ المنصب السياسي أو المقعد في المجالس المنتخبة كأنه هو الهدف، هو وسيلة لإحداث التغيير. وإحنا بنتمنى إنه نسلط الضوء على دور هذا النساء القيادي، لأنه دور عادة غير معترف فيه، والنساء عادة لا يعترف بأهمية دورهم في المجتمع. فبهمنا أن نسلط الضوء على هذه الأدوار، وأيضا أنه نلفت الانتباه لضرورة الاستثمار في هذه المناطق، لأنه تنقصها الخدمات. وعبرت الكثير من النساء اللي التقينا فيهم اليوم عن نقص في خدمات التعليم، نقص في الخدمات الأساسية، وهو موضوع يعني هم هلأ حينظموا حالهم ويشتغلوا على إحداث التغيير في هذا المجال، ولازم أن الكل يدعم هذا المطلب الأساسي. شكرا.